مهمات الأسبوع السادس من الموسم السادس نزلت. السلام عليكم. هلا والله، حلقة جديدة من ببجي، واليوم عندنا مهمات الأسبوع السابع. اليوم خميس فنزلت المهمات، ومن الموسم السادس مهمات سهلة وبسيطة جدا. اليوم عندنا ترجمة للمهمات، راح نشرح لكم كل المهمات سواء كانت صعبة أو سهلة، على العموم كلها سهلة وبسيطة. بالنسبة للواصلين ليفل 88 أو 89 أو 90 بهذا الأسبوع راح يصعدون ويوصلون ليفل 100، فمبروك عليكم. أما اللي بعده بال 75 هذا الأسبوع الجاي أنت اللي توصل. على العموم راح نشرح مهمات العادية ومهمات الرويال باس اللي تشتريها بفلوس. نبدأ بالمهمة الأولى واللي تقول دمر 10 إطارات للسيارات. راح تدخل سولو وتدخل بأي ماب وتروح تدمر إطارات سيارات سواء كانت دراجة أو دراجة ثلاثية أو بقي أو أي نوع من السيارات. راح ننزل بأي مكان موجود بيه سيارات، مثل ما تشوفون عندنا هنا مكان بيه جراج، راح ننزل وأخذ سلاح ونشوف. مثل ما تشوفون حاليا هاي سيارة، خلينا ناخذها اول شي ندور سيارات ثانية. حلو، هاي سيارة حصلناها. راح تجي بس تطق تايراتها وخلاص. بس على الحالة طق لك 10 سيارات، صار هسه 4. نروح نكمل. هاي خلاص انتهت المهمة، حصل هنا الباقي. وهاي صار عندنا 6. هاي زيادة بعد اشتردون همين. هسه خلصت المهمة، اهم شي انه ما تفجر روحك برمانة، روح انتحر او اغرق بالماي او وين ما تريد تسوي سوي، خلي بوتي كتلك اي شي كتلك. حاليا مثل ما تشوفون متنا وصارت عندنا المهمة. وهذه هي المهمة، خلاص جيبها. المهمة اللي بعدها واللي تقول احصل على 10 مقبض امامي. هنا حاطين مائل، ما ادري اعتقد خطأ بالكتابة. على العموم المقبض الامامي واللي هو مثل ما تشوفون لو نروح على الاسكار ونروح على المقابض واللي هو هذا مثل ما تشوفونه اللي على اليسرى اول واحد، تحصل منه 10 وتنتهي المهمة. بس كل جيم لازم تاخذ واحد، يعني ما يصير بجيم واحد تاخذ 10 وتجمعهم كلهم. المهمة اللي بعدها واللي تقول تسبب في ضرر ألف في مباراة فردية، يعني تدخل سولو وتسبب ضرر ألف، يعني تقريبا الألف تقتل 10 أشخاص. تقدر تسويها بأكثر من مباراة، مو شرط مباراة واحدة، فمهمة سهلة وبسيطة. المهمة اللي بعدها واللي تقول اقتل 20 عدو عن طريق الدي بي 28، أيضا مهمة سهلة وبسيطة. في كل مكان تقدر تقتل بالدي بي، حتى لو دخلت غير سيرفر، دخلت أوروبا اي سيرفر اللي عجبك تقتل 20 واحد تنحسب لك. المهمه اللي بعدها واللي تقول لك اقتل 20 عدو في بوشينكي عن طريق الاسكار او الانفور، ايضا هاي مهمه بسيطه وسهله، تقدرون تسوونها على اي سيرفر يعجبكم. انصحكم ان تدخلون بسيرفرات ما داخلينها قبل، يعني مثلا تروح على جنوب امريكا راح تحصل هناك بوتات بكثره، اصلا الجيم يطلع لك كله بوتات. المهمه اللي بعدها واللي تقول اقتل عدو على مسافه 30 متر او اكثر باستخدام القنبله اليدويه، يعني شو تسوي؟ راح تنوك البوت، بعدين تبتعد عنه مسافة 30 متر وترمي عليه القنبلة وتفنشه بالقنبلة، خلاص تنحسب لك وحدة، تسوي مرة ثانية نفس الطريقة وخلاص تنتهي عندك المهمة. المهمة اللي بعدها واللي تقول لك اهبط على سطح أي مبنى في بوشينكي 3 مرات، يعني انزل بوشينكي
وبنفس الوقت اقتل بالسكار والانفور، تقدر تسوي مهمتين بنفس الوقت. المهمة اللي بعدها واللي تقول لك اربح اس او ما بعدها 5 مرات في اي وضع، يعني افضل شيء تدخل اركيد وتاخذ المركز الاول 5 مرات خلاص تنتهي المهمة. مهمة سهلة وبسيطة، انصحك بالاركيد لان الاركيد جيم بسيط طوله 5 دقائق، اما الجيم العادي طوله 30 دقيقة، من الممكن انه ما تحصل المركز الاول. فايضا مهمة بسيطة، اقتل 3 اعداء في قبضتك، يعني بوكسات تقتل 3 اشخاص عن طريق القبضة، تصير انه تنوك واحد وبعدين تفنش بوكسات تنتهي عندك المهمة سواء كان لاعب او بوت. المهمة اللي بعدها واللي هي تقول لك اقتل 10 اعداء او اكثر في مباراة فردية، يعني تدخل سولو مثل ما قلت لكم افضل سيرفر تدخلوا له اللي هو جنوب امريكا، راح يطلع لك كله بوتات حرفيا، يعني كله بوتات، وهنا تدخل سولو وتقتل 10 اشخاص وتنتهي المهمة. مهمات سهلة وبسيطة لهذا الاسبوع، مجرد مهمة بسيطة وسهلة واللي هي تقول لك امر 10 اطارات سيارة، هذه المهمة الوحيدة والجديدة والبسيطة بنفس الوقت. بس والله هنا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس اذا كنت انت جديد. بس والله مع السلامة.